المشروع بدا اون 2009، لا برودكسيون بدات اون 2017. نصنعوا جميع انواع المناديل المبلله، صنعنا بزاف في لابيريود تاع الكوفيد 19، صنعنا مناديل مبلله سبيسيال كوفيد 19 ديزانفيكتونت، ودرك رانا نصنعوا في توت لا غام من 1 بياس حتى 120 بياس. المواد الاوليه اللي نصنعوا بها لانجات 85% مصنوعه في الجزائر، 85% لو طوز انتيغراسيون تاعنا. عندنا اون سيل ماتيير رانا نجيبو فيها من الخارج، سي لو نون تيسي، إلي تري تري شار، إل نو كوت لي زيو دو لا تات، بصح حنا عندنا أن بروجي باش نوليو نصنعوه في الجزائر، باش نكفيو حتى نكفيو ليزين تاعنا، ونسوقوه اللي يصنعوا به، اللي يصنعوا اللانجات في الجزائر، ويصنعوا لي كوش في الجزائر، يخدموا به لو نون تيسي هذا، ونقدروا نديروا حتى ليكسبورتاسيون تاعو. لو بروجي في قسنطينة، في كونستانتين، راح يستوعب واحد اكثر من 200 خدام، بلوس دو 200 امبلوي راح ريكروتيوها باش لوزين هذا راه واجد، تسمى الدوسي تاعو راه واجد 100% باذن الله. لكن تسهل لنا الدوله وتسهل لنا نكملوا في هذه واحد دون 6 موا 8 موا ماكسيموم ان اني يبدا يخدم ويبدا ينتج. في عندنا حوالي درك حوالي 70 خدام اللي راهم يخدموا في المناديل المبلله. في ليزين في عين مليله كاين مصنع فيه اون سيكونتان ترافايور، كاين اون ديريكسيون كوميرسيال في خميس خشنه، وكاين اون ديريكسيون كوميرسيال ان ديبو دو فونت اون بليس دو لا ديريكسيون جينيرال ا كونستانتين. هذا هو لو جروب المصنع تاع المناديل المبلله. هذا هي الله يبارك فيك. كنا ما كناش نتصوروا باش ينجح هذا حتى الدرجه هذه. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي نشوف راهو ناجح 100%، راهو ناجح 100% بيسك فيه بزاف دي كونتاكت مع اللي يحبوا يسوقوا اللانجات، ومع اللي يحبوا يسوقوا لا ماتير بريمير تاعهم اللي تدخل تو سكي كوسميتيك كوا، اللي تدخل في صناعه اللانجات. فيك بارك الله، ربي يهنيكم. زاير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.